السلام عليكم اخوتي، كملوا التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب خارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج كنبغوا لها التحيه ديالنا من هذه المباراه دا اخوتي. كنبغوا التحيه لجميع اللي كيدعم محمد الطبيب واللي كيوقف معاه واللي كيساندو، كنشكركم بزاف. العازنا الرجال اخوتي، العازنا الرجال واللي تصنت معنا وعاش معنا. احنا عندنا قصه اجتماعيين كنعيشوهم مع الحباب مع الفوت مع الناس اللي ما عرفاش بزاف في هذه الحياه، وكثر التجربه والعذاب والالم اللي ضربت شوف بزاف ديال الحالات اللي بنادم كيداع كما كنبغيو نقولوا باللغه العربيه او الدارجه، بنادم كيداع في شربات ميه، بنادم كيداع بطل باطلا ما كنعرفوش علاش، وبزاف ديال الشباب ما كيكونوش عارفين، كيكون بنادم مهور وباقي صغير والدم سخون وعزاطم، شحال من واحد باغي يطلع في ضربه باغي الحلم ديالو يحقه في رمشه عين، هادشي راه ما كاينش. حتى حاجه ما كتجي في ضربه من غير الموت. وتصنتوا لنا قصه اجتماعيه بامتياز اخوتي، وجميع اللي كيتفرج معنا واللي كيمشي معنا يدعم معنا هذه القناه، واعمل ابوني وعمل جيم وبارطاجي معنا الفيديوز، واعمل مع خاك من مع الطبيب. حنا ما كنعملو لا روتين يومي لا والو، كنعاودو قصه اجتماعيين كنبهو بهم الشباب والشابات ويردو بالهم في هذه الحياه، علاش الا مشى لك الوقت في الحياه ديالك حد ما باقي صغير راه كلشي مشى. القصة ديالنا اليوم ديال الشباب والشابات، شوف كيفاش كيوقع بزاف ديال الحالات اخوتي، قصة اجتماعية بامتياز. الوالدين ديالنا ربونا ما كانوا كيتجروا لا مخدرات، ما كانوا كيعملوا محرمات، ما كانوا كيعملوا والو، كانوا ماشيين في الطريق ديال الله كما كنبغيو نقولوا، ورزق الله كيرزقوا، والحياة اللي مكتب لك عند الله هو اللي غيكون ولو طير، ديك الشيء اللي مكتب لك الله هو اللي عادي تعيشو. ياك غامرتي ولا طيرتي ولا ريسكيتي ولا كذا، المهم الاسباب راه عا كنسبو. القصه ديالنا اليوم ثلاثه ديال الخوت، الوالدين ديالهم بخير ما خصهم خير، ثلاثه ديال الوليدات اب وام وثلاثه ديال الوليدات، وعايشين مزيان مستورين كما كنقولوا الناس، ماشي مره بالحق مستورين، الوالدين ديالهم مزيانين ما خصهمش شي حاجه اكثر من داكشي هذاك. وانتوما كتعرفوا اخوتي الشباب، الشباب اليوم كيمشي على المظاهر وكيمشي على هذا قالو هذيك قالتلو، جلسه كنسمع وكنتصنت، كنجلس مع هذا وكنتصنت، كنجلس مع هذه وكنتصنت. اليوم عايشين اكثر من اللي عايشين مع عائلتنا، كنعيشوا برا مع المجتمع ومع الاصدقاء وفي القهاوي وفي البيران اي بلاصه، تمشي للبحر تسمع كلام، تمشي للقهوة تسمع كلام، والدنيا ماشا وبنادم كيسرجي بحال واحد لاكارتي موار كيعمرها في الحياة. أجو الدراري وبنيتها في الدار وكدا وهادي وديك الشي، يا حلوي شي حاجة مزاونة في الحياة، بنادم عايش مستور والوالدين ناس القيين، ما كاينش ديك الشي اللي كتعرف، وبخير مع راسهم والو. الأب ديالهم عندو حانوت ديال البيع والشراء، بايع شاري وليداتو واكلين مسورين ما خصهم حتى حاجه. او انت كدار مخالطه الشباب، واحد خاهم تخالط مع الدراري وكذا، انا قلت لكم بنادم كيتصنت بودنو وكيسمع فلان عمل فلان عملات فلان دا فلانه وفلان معيشه مع فلانه وفلان وكذا وهادي، اوا وديك الحياه ديال الشباب بنادم شحال من واحد ما كراسي، هو حلم شيطاني هاد الحلم بحال هذا كيكون شيطاني قليل اللي كيوصل فيه، والاخرني هذه النتيجه ديالو كتكون عويصه وخطيره. وتصانتوا معايا وتبعوا معايا القصه الاجتماعيه النهايه. هاد الولد هذا مسكين انتوما عارفين، هكدا كيجلس مع الدراري وكيتصنت وكدا وهادي، هز واحد البليه منهم، شنو هي؟ هي البليه ديال الكوكايين، عم الوالدين ديالو نقيين هو نقيقي وكدا، هز منهم بليه ديال الكوكايين مع ما معرفش عند المخزن وكدا وهادي، باقي ما دخلش في الريشيرش، باقي ما دخلش في الامور ديال الدوله ديال المخزن وكدا وهادي، حتى هو عمل عائله عمل الجمه ديالو كدا وهادي، وبدا كيدور الليل كيبقى يدور، عرف قنوت عرف بلايص عرف هادي، بدا كيبيع. المخزن ما عرفش ديك بنادم باقي صغير وما عرفوش، اول مره يدخل السوق بدا كيسهر الليل وكيقدف ومعاه صاحبته، مشى هيدا كيبيع يشري، مشى كيبيع يشري ولباق وعمل منيلات وعمل هدية وباقي مستور، باقي الله ساترو، بحق النهاية كتكون عويصة خوت،
بشهايدك داك يقصدر من هنايا وكدا وادي وعمل فليسات عمل قصديره ديك العائله ديما معاه ردوا له البال الاخوان ديالو الاخوان ديالو العشران ردوا له البال قبل عائلته عائلته ردات له البال كتصحصي له حقه كدا هذيك يكذب واديه ويخلق العراقيل والكذب وهو ماشي بحال هذاك واحد الخاوه ديالو طون كيما عنده في راسه والو من هاد السياده اخر اللي داخل على المشكل وكذا وبيع الشيري انا كنقول لك عمل قصديره وعمل هديه سعد عرفو ديك صاحبته هي اللي عرفاه وهي اللي تعرفت مع النهار الاولي فين كيجلسوا فين كذا وفين سمع الهضره وفين طبقها وردوا له البال ردوا له البال الدراري وكذا وهديه وصحابو اللي كان كيجلس معاهم اول مره تعرف عليهم طرطرت الله باق وما يخوها بيه قال فلان كيبيع الغبره فلان كيبيع الكوكا ها الهضره بدات كدور فلان كيبيع الكوكا وكدا هادي جربوه شي بعضين تسوقو من عندو عاب الفن عاب صاحبي بالرجوله بكدا شي هادي عاب الرجوله بالرجوله والهضره بالرجوله رجله وكدا وحنا رجال وكدا وعزازين علينا رجال وكدا وهادي ويا عاقم الا كطبخ عا مربخ عاب نادم كيسيقوه ملي كيتشوف شي واحد ماشي 4 دريال اولا كدا سيدي الله كيشجعه او ما كيكرهوه وباغيين له باغيين فيه الخدمه وباغيين فيه الخدمه وضروري وما يطولش علاش عمل قصديره وبدا كيجيو العائله ديالو هو باقي صغير شاب يلا في العمر ديالو ديك 22 سنه ولا كينقص حتى هو القزادر وكذا وهادي وكيقصر الليل وبدا كيعرفوه الدراري ولا كيقدف عمل البركه عمل البركه وكذا وهادي انتو كتعرفوا اخوتي هادشي ما كيدورش هادشي ما كيدورش النتيجه في الاخر ما تشوفش من الاول ما تشوفش هذاك اللي عمل القصديره ما تشوفش هذاك اللي عمل الدار ما تشوفش هذاك اللي كذا شوف شحال يوقع شوف الشاب اللي عيضيع وقته عيضيع حياته ضيع حياه الناس معاه انا باش كنقول للشباب ردوا بالكم راه كاين شي حاجات في الحياه كيسوا كثار من الفلوس وكثار من زافيه الوالدين والصحيحه وكذا وهادي والحياه ديالك والحريه غاليه علاش ما ضربتيش الحبس واش شي الالم والعذاب اللي كاين داخل السجون مني عيطلعوك اح النار ما تعرف عملوا له خرج كلك ديك الشيء ديال انا قلت لك صافي تبعاتو العينين كدا هادي وما يطيحوا به سردوا له الداف الداف طاح طرق شد شد هو وديك العائله اللي معاه ناضت الهضره كدور طران طران ديك خاوه ديالو ما عمرو عرف شي حاجه دخل البيت ديالو كيفتش كدا هادي جمع الريمين تا جمع العجب من ديك البيت شي حاجه اللي كيتبع المخزن كامله حيده من ديك البيت رد الباب مشى بحالو الام ديالو كدا قال له شبروه كدا كلشي مرعوب في الدار باباه ويماه وديك اختو طلع المخزن عمل الشغل ديالو كدا وهادي انت الشاب انت اللي بغيتي تنقص انت اللي بغيتي طير 4 سنين ديال الحبس وعاد كتبعك الديوانه كملوا لك 5 الا ما خلصتيش تضرب 5 سنين 4 سنين ديال السجن وعاد عند الديوانه خصك تخلص اللي قالوا لك تعطيه واخا بيع الدار ديالكم وبيع والديك بيع ولادك ما تخلص اذا غتضرب الحبس ايوا بقى في الحبس هذاك طلع خا كيطلل عليه هضره بينو وبينو قال له كاين واحد السخرة عندي مخبعه في الموطا كدا 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 فين عامله فين عامله فين عامله داك الشيء عنده مدفون وكاين فلوس كاين كدا وكاين هادي وكاين هادي انا صافي ديك خا كان ترونكيل وكذا وهادي هو صدق بحال مرت حتى الخاوه ديالو وكيطلع يطلل عليه في الحبس وراه فين كاينه السخرة فين كاين فلوس فين كاين هادي طلع ديك العايش بديك السخرة هاديك بدا كيعمل عاود تناقص دخا داك يعمل تناقص دخا كتعرف كيبيع ويشري صافي دخل عليها خا في الحبس ودخل عليها حتى هو مع واحد التكيتشكه ديالو انت كتعرف اوقع واحد المصيبه كتعرف داد العائله تستيتو هذا اللي شوف راه الغبره دخل عليها طول وعرض وعمل بو ابقى كيبيع ويشري كتعرف وعمل فضايح وكذا وتشار وياهم يطيروا مورا كل مره فين كل مره هادي كل مره فين بعيد كل مره فين كاين المهم عماشي فرانكات وكدا برا ديك ختو بوبريا من قوه الرعبه ما بقى حد كيقرب الدار ديالهم العائله دي الجواج وما كاينش واحد يقرب الدار ديالهم الدار ولات معروفه تصحاب الغبابر
علاش خواتي عملوا الشهرة ديك الدار وديك العائلة، ديك العائلة أصحاب الغبرة وصحاب كذا، واحد في الحبس واحد كذا، ديك العائلة تعقدت ومرطت، تعقدت ومرطت مع العائلة كانت كتقرا وغزالة وكذا، وهادي شافت الإخوان ديالها ديك الجوج خرجوا لا طاي طاي كما كنقول، كيعمروا عام عند بنت دليل وكذا، وهادي هي الأولي هاداك دا هو البنت، هاد الثاني هذا وكذلك ومثال، هو واحد البنت أغلبية عملوا واحد الموطور أغلبية كتكون معاه بنت، كل مرة كيتسيب المهم داخل على المشكل صحيح، كل مرة كيتسيب وينقز وكذا ما خلى معنى، عيام ينصبوها له، كل مرة كيسجل فيها، عمل واحد جوج دراري معاه، عاود بحال السلوقيين عاود اللي باغيين يطلعوا في ضربة، إيوا واش مخط، أغلبية كيبيعوا ديك الجوج. هو عا كينقص كيعيا وكدا هادي وكيتسيب ونقص ومعرفيناش فين كيسكن وفين كينعس والبلاصه المرقد ديالو، كيفتحوا على هاد العيله هادي اللي معاه ما بقاتش كتعمر الدار ديالهم، ما بقاتش كتعمر الدار ديالهم ولات عامه العيله كتعرف، ما بقاتش صافي الوالدين ديالها كيفتحوا على بنتهم ما كيجبروهاش، المخزن جا حتى للدار ديال ديك البنت، بنتنا ما كنعرفوهاش شحال هادي ما جات للدار وهي عام عفلان، المخزن عيا ما يقلب عام الشغل ديال شحال قدك وشحال تنقص، هذا راه الحلم في الغيب، كتحلم شي حاجه في الغيب عادي يكون عنعمل عنصنع عنكدا وهادي، ورا المخزن خصو المخزن فينو ما كاينش، ولو طرت تدعية ود عملت تدعية ما يكفيكش داكشي عام على المخزن، عام على المحكمه والمحامي والاكل والشرب في الحبس ومصاريف استغفر الله العظيم، عاشوا معنا ناس باعوا شراو بصح والله العظيم الا ولا زيرو درهم، زيرو درهم ما بقى عنده تا درهم، الوالدين ديالو كملوا مجلود ديالهم، باعوا الاملاك ديالهم، باعوا بزاف ديال الحاجات باش يكملوا الحياه ديالهم، شكون السبب الاولاد ديالهم، ها حنا باش كنقولوا لكم كيفاش كيوقع في هذا الشيء بحال هذا، هذاك خانا صافي على الموطور والهايطه وكذا وهادي ما بقاش كيتشوف، باعوا شرا كاين الفلوس كاين كدا وفين هما علموا عند الله، ما كاينش خانا في الحبس كيوصل له ديك البركه وكدا وهاديه، خاه اللي عطاه الراس الخيط واللي بين له واللي سبب له في التماره هو داخل السجن، محكوم باربع سنين وعند الديوانه قول هي خمسه سنوات، هذاك اللي بقى برا داخل عليها صافي العين ما عمره عمل شي حاجه، تا قال له خاه في الحبسه اللي فيها الصخره كدا كدا كدا، عاد زعم ومشى حداه، الحلم ديال الصغور، الحلم ديال الشباب، خصو يكون عنده ويكون ويكون ويكون، ويبان تا هو، ويكون كدا ويكون عنده قصديرة ويكون عنده العايلة، عين تمثل فيلم، هادشي هذا بحال الأفلام، الشباب ولات كتبغي تمثل الأفلام، ماشي تعيش الحياة، العيش الحياة هي خصك باللات هي أحسن دقة دقة، دوقة دوقة، إلا باغي تعيش الحرية ما كتباع ما كتشرى. راه والله العظيم كعرفتي الحريه شنو هي، راه واخا تعطي كل شيء ديالك ما كتملك في هاد الحياه تعيش على الحريه، على الشخص المجرم ما تصاش الطبيب ابقات على الحياه، وحمدنا الله وشكرناه عليها، علاش الحريه ما عندهاش الثمن، وباش تمشي انت نايده ولا توفى ولا تعمل قصيده ولا تضرب ولا يوقع لك شي منظار ولا شي حاجه، راه ضيعتي راسك وضيعتي والديك، انت كتعرف فاقصد الولاد كتموت لهم الام ديالهم كيبقى عاد الاب ديالهم وختهم، كتموت لهم الام ديالهم ما كيحضر حتى واحد، كيبقى الاب والام الاب والاخت، واحد في الحبس واحد برا مايط، وانتوما كتعرفوا المحنه والتكرفيصه كيفاش كت، هذاك اللي في الحبس ولا بحال الحمق كيتشوف ما بقى كيجي عنده حتى واحد، كتجي شي بركه مع عند هذاك اللي برا، هذاك اللي برا عطايا ما كيجلس عاد كل مره فين كل مره مدينه كل مره كدا، مو معاه طاير صافي عمل جوج كبار وكدا هادي مبقاش كيجلس، العايله معاه هو طاير، ديك العايله اللي كانوا كيفتشوا عليها العائله ديالها عاد يشبروها في واحد لاكلينيك حامله، حامله في كلينيكا حامله، دخلها لشي كلينيكا وكدا وهادي وعاد ولد حامله، شبر المخزن كيفتش على خانه تاكم هو بعيدا، دخلوا عليها الكلينيك وكدا علق علق خلاها تما ولدت ولات في كلينيكا، وهذاك اللي بواه كيقولوا بواه بغير شرعي هربان، انت حملتي البنت وعاف الحرام وماشي معاك هذا ماشي فيلم،
هذا راه فيلم اخوتي، هذا راه فيلم. الشباب كتبغي شي حاجه من لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا فيلم في الحياه، واغلب كيدعوا فيه الوالدين، كيدعوا فيه الحباب، كيدعوا فيه القلوبه اللي كيبغيوك وكذا. هذاك الولد هذاك بقى كينقز معاهم كذا، ربي يعشاري ومنقز كذا، وادي خرجت ديك البنت الدواء، عملوا معاها الاستجوابات، عملوا معاها كذا، باذن هي كانت مع فلان فعلا، وحامله مع فلان وكذا، وادي هامله فقور ومسطره اخرى طاروا. اذا ما بدون قانون غير شرعي، غير كذا، ها هو ولد مع فلانه غير شرعي، ابنك وغير شرعي، عال هايطا وكذا، والمخزن تبعك وهذا غير شرعي. ابقى هايدك، ابقى هايدك كذا، عرف شنو يقول لك. تقريبا 3 سنين وهايدك ولا كذا، وخا عمل بركه، عمل بركه وكذا، وهادي انت كذا عرف، عمل بركه بالحق هو بالمرصاد، صافي ولا مرعوب في حياته. واحد النهار وما خرجوا فيه، خرجوا فيه هو بالموتور وكذا، وادي وديك الهدروك اللي فيه وديك الروينه اللي فيه، شحال نقول لك، كيعمل واحد قصيده كيجمعوا وافتاوت، عارف شنو قصيده جمعوا وافتاوت، عيت الزايدك من الطبيب كضعراه انفرتت كامل عمليات كامل، اليدين ديالو والرجلين ديالو الرزيرو مدبور على الحمر اللي بقى. هي هذيك بقى كيداوا، طلعوها عند خاه للحبس، طلعوها للحبس، وهذا كامل متقطق كيداوا، بدا كيعاود لخاه، قال له كدا انت السبب كدا، ما بقاش كيتفاهم انت وخا، بقى عامل فلوس، ها الفلوس، انت وخاك غارقين والوالده ماتت، وبقات عقدك حنقت في الزنقه في الدار مع باباها، بقات عند بنته وباباها. شنو دينا من هاد المخدرات؟ شنو دينا من هاد الحياة هادي؟ والو، ما دينا والو. علاش كنقولو للشباب ردوا بالكم، الطمع طاعون والطاعون كيقتل، إلا بغيتيها كاملة تخليها كاملة، هدا حلم شيطاني، ريسكي بالحياة ديالك وكذا، وانت باقي شاب في يدك الشغل، كتريسكي بوالو، عضيع راسك 100%. وسمحولنا بزاف أخوتي المغاربة، وباقي ما يتعاود أخوتي الشباب، أخوتي الشابات، وعاش الملك.